السلام عليكم كبيدات، كديرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير على خير. شكرا شكرا لكل وحده خدات من وقتها وكتبت لي كومونتير ولا خلات لي لايك ولا بارطاجات الفيديو ديالي ولا خلات لي قليبات. الله يفرح كل وحده دارت ولو شويه من المجهود، لان بصح كتفرحوني وكتدخلوا لي الفرحه انا لقلبي وكتشجعوني. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يسعدكم والله يفرحكم والله يعطيكم منويت. البنات قبل ما ندوز الفيديو ديال اليوم، لان قلتوا لي في الفيديو اللي فات ملي شفتوا كالمشيطه وعجبتكم، قلتوا لي نشارك معكم شنو كندير لشعري. غنشارك معكم السر ديال تساقط الشعر زيت غزاله، وغنشارك معكم حتى واحد الكيراتين ساهل في دارك ما تشري حتى شي حاجه، وشارك معكم واحد الماسك غوماج وماسك البشره اللي كيعطينا نضاره وليكلا طغيطيه. قبل من هادشي كامل غادي نوجه واحد التحيه كبيره كبيره لخديجه. خديجه اللي تلاقيت معايا في بيم، غنقول لك سمحي لي حقاش قلتي لي كتكتبي لي شحال مره ميساج وما كنجاوبش، سمحي لي بزاف والله. الا عرفتي ملي جيت وانا شقا شقا الغبره الروينه ما عرفاش هادشي، لا اله الا الله. ديديكاس لكاع الجاليه اللي ما كتعيش هنا، في الجاليه اللي كتعيش خارج المغرب. وزعما قالت لي واحد الهضره بان ملي كتفرج فيديوهاتي بكات ملي شافتها كخنفره، وهذا كنوعدكم انني ان شاء الله هذا العام غادي نبدلوا شي شويه وغنجدوا ونحاول اني نبقى نصور لكم هكا بليصات ديال الخنفره بكثار. المهم غادي يكون الجديد ان شاء الله غير. بالنسبه للتكشيطه اللي في الفيديو اللي فات خديتها عند النقافه نعيمه يمكن كاينه في زنقه السينما، خديتها عندها لانني ما كنتش عواله ما وجدت حتى شي حاجه. بالنسبه للحمام كنت صاوبت درت سبا حمام سبا عند خديجه لاول مره درته، وصراحه زمن. ولكن كنت قبل في الفيديوهات اللي فايتين خصوصا الفيديو ديال لوك وداكشي كنت كنصاوب عند ليلى ويسرى، صالون ليلى ويسرى. بالنسبه ليلى سوني كاين في حدا الجامع الكبير حدا القنطره، حدا القنطره ديال المحكمه، والماكياج هذا صاوبته عندهم. ونبداو البنات بالمكونات ديال الكيراتين ديالنا ساهله وبسيطه. عندنا هنا معلقه ديال الروز اللي كنديروا به الحليب، يعني الروز الحليب، ومعلقه ديال زريعه الكتان ساهله، معلقه كبيره، يعني كتبقى الكميه كتضاعفوا على حسب الطول ديال الشعر واش غديري نتوما ماك ولا بوحدك ولا يعني على حسب. كنديروا هادشي فواحد الكاسرونه وكنزيدوا عليه واحد الكاس كبير ديال الماء، وكنديروا فوق بوطه على عافيه مهيله ونخليوه يطبخ لنا مزيان باش كيطلقوا لنا داك الجيلاتين ديالهم مزيان مزيان. غير تبعوا معايا الوصفه راه ساهله وكتغدي لنا الزغبه مزيان مزيان مزيان. وملي كطبخ لنا التكتوكه مزيان كنصفيوها، انا كنستعملها غير هكا في شبيكه ما كندير لا لي باموس لا حتى شي حاجه، كنصفيها مزيان كيكون داك الخليط شي شويه ثقيل. غنخليها هنا يبرد ليا غير واحد شي شويه غير باش ما، لان هذاك الخليط غادي نطحنوا هكا في الهشوار ديال الدجاج غير باش ما طرطق ليش. غندوزو دابا الجزء الثاني من المكونات. شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو واحد البنانه تكون طايبه مزيان البنات، بنانه ولا لافوكا مهم، انا هنا استعملت بنانه. البنات فاش كنستعملوا هاد الوصفات ديال البنانه كيبقى لنا شي شويه هكا في الشعر، ما تقلقوش منه، ولكن هادشي راه كيغدي الزغبه بواحد الشكل راه زوين بزاف. غنستعملوا اصفر بيضة، الا عندكم بلية ديروها، ما عندكمش ديروا غير العاديه. اصفر البيض ضروري ولو مره في 15 يوم، كونوا متاكدين من هذه القضيه انها غتنفع الزغبه ديالكم. غنحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، زبده عاديه يعني زبده غير حيوانيه ولا نباتيه ولا شنو ما كان. وغنستعمل كميه من زيت جوز الهند، جوز الهند زوينه 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 بزاف. هنا غتستعملوا اي سيروم عندكم، اي سيروم ولا ابخي شامبو، انا هنا استعملت هذا السيروم هذا، استعملوا منه واحد الكميه تقريبا واحد جوج معالق كبار. ومن بعد غادي نزيدوا داك الخليط ديالنا ديال زريعه الكتان و الروز اللي سلقناه وصفيناه. غنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها، نطحنها مزيان مزيان. انا ملي كنطحنها كنعاود نصفيها باش كيجي داك الخليط كريمي مزيان. صافي هكا كيكون جاهز لنا وصالح اننا نطبقوه على الشعر ديالنا. اول حاجه البنات هي انني غادي نحاول انني نفزك شعري واحد شي شويه، عاد اللي ندير ليه هذا غادي ندير ليه الكوماج الكوماج عاد لي ندير لي الكيراتين وندير لي ديك الزويته هكا الجذور. يلا نفزكو ونرجع لكم. ها نتوما البنات فزكتو غير واحد شي شويه ماشي بزاف، باش هكا ملي ندير ليه الماسك ديالي يشد فيه. حاجه وحده اخرى البنات، فاش كنت في كازا كنت ما كنغسلش شعري بهذاك السيلفر، ولا لي بحال الاحمر لدرجه انني كان الشيطان تيزن ليا قلت غادي نصبغ شعري. ولكن ملي جيت غير الغسله الاولانيه اللي درت ديالت بداك الشامبوان العادي، ولكن من بعد كندير معاه السيلفر، داك السيلفر الشامبوان الازرق. يعني اي وحده دايره لي ميش ولا زعوريه ولا شي حاجه تبقى تغسل شعرها مره 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 في 15 يوم هكا كولا بهذاك الشامبوان الازرق، تمشي كتسول عند الماكياج راه غادي يعطيه لها. دابا نوريه لكم يحول لكم ديك الحموريه لزعوريه. المهم دابا راه غير الليل داكشي علاش ما باينش، ولكن راه المهم غادي نغسلو غادي يبان لكم عاوتاني. ودابا غادي نطبقوا الكيراتين ديالنا. اول حاجه البنات كتاخذوا غسله بغسله بحال هكا
وكتبقاو تدهنوا وانتوما كتجبدوا هناك. دار الريحه ديال الكوكو هذا، يا سلام صافي مزيان. واحد الاخت قالت لي ايوا الا جبدنا بحال هكاك راه غادي يطير لنا زوب. لا ما غاديش يطير لك حبيبتي، لان اصلا الشعر ديالنا محتاج المساج، محتاج الحركه. مايمكنش تبقاي داك الشعر ديالي اللي هكا ما كتقيسيه، ما كتمشطيه، ما كترديه للقدام، ما كترديه للور. لا مزيان هادشي للشعر. ايه طبعا ما غاديش تجبديه، ماشي غتنات فيه. البنات سمحوا لي كنكتحرت الكاميرا كانت كتصور ولكن هي ما صورات. المهم قبل ما كنديروا الكيراتين درت الزيت لشعري، يعني الجذر ديال الشعر. كاينين زيوت اللي كتصلح لنا الجلده ديال الشعر، يعني باش كتعالج لنا الجلده، كتعالج لنا الجذر ديال الصغبه، كتقوي، كتمنع التساقط، كتنبت لنا الصغبه. وكاينين وصفات بحال الكيراتين ودك الزيوت الاخرى اللي كنديروهم على طول ديال الشعر باش كيغديو لنا الزغبه، ما كتبقاش مجندفه، ما كتبقاش مكرضه بحال هكا. كنرطبوها وكنعطيوها لك لا ولا معان وكنحيوها، فهمتوني؟ داكشي علاش هذيك الوصفات اللي كنعطيكم كنعطيهم للجدو. وهذا هو الزيت السحري اللي ديما كنشاركوا معكم من ديما. هذا البنات انا كنديرو في هذه القريعه هذه ديال الصباغه، اما هو كيكون في قريعات عاديين. هذا بالنسبه للناس اللي غادي يبغيوه، كيف ما ديما راه التوصيل كيكون بار امانه، واللي بغاه طبعا كيدوز لا كوموند ديالو في رقم الواتساب اللي غنخلي لكم هنا. الفوائد ديالو هي انه غزال 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 تساقط الشعر، خصوصا في هذه المرحله اللي غادي نجيو دابا ديال الخريف، يعني ضروري خاص العلاج. هذا البنات راه ماشي غير هضره وبلا بلا، ولكن الناس اللي مجرب اللي زعما اللي ديجا كيتفرجوا فيها راه عارفين بان هذا الزيت هو اللي كنستعمل ديما. وهذا زيت ماشي زيوت اللي كيتباعوا عاديين يعني في الاسواق، لا هذا السيده كتصاوبوا عليه يديها. الطريقه هي كنديرها هكا وكنبقى نشق مزيان الجذور، وهذا هو اللي كيعاوني انا، يعني انا بقوه ما كان زعما تبارك الله ما شاء الله بقوه ما كان ندقدق شعري بلي ماشي والصباغ، بقوه ما كنحاول انني زعما نعالجو بحوايج اللي غادي يستافد منهم واللي ما غاديش يتضرر. البنات بالنسبه اللي بغا ابتداء من نهار 2 ان شاء الله الجاي، ما عرفتش متى غتحط الفيديو، ابتداء من نهار 2 غادي يكون التوصيل. دابا حاليا راه حنا حابسين صافي البنات، ايوا هذا ما كاين. المهم انا راه ديجا كيف قلت لكم غير اللقطه ما تصورات لياش، كنشقوا الجذور مزيان وكنديروا الكيراتين على طول الشعر ديالنا بحال هكا. ودابا غادي نجمعوا وغندير ليه سلوفان. وهاني جمعت شعري درت له بحال هكا، درت الحنه، ودابا غنديروا السلوفان باش يسخن لينا زعما يسخن لينا الشعر مزيان، ونديروا واحد الدريره بلا ما نبقاو هكا قدامكم. قولي واش نتوما كتعجبكم العكافه وكتكمد لكم الراس. المهم البنات كثرت عليكم بلا بلا، دابا غادي ندوزو الكوماج ديالنا. طبعا الوجه يكون نقي، يكون مغسول، غير مغسول وصافي، ماشي ضروري كوماج. دابا حيت غنديروا ليه الكوماج، هنا استعملت التخس ديال القهوه وغادي نزيد عليه زيت الكوك فقط، هاد جوج مكونات. عاد ندوزو الماسك ديالنا، نزيد واحد شويه ديال زيت الكوك، نبدلو ديما البشره ديالنا، نبدلو ليها ونوعو ليها يا اختي باش تهلاو فيها. نرطبوها شويه حتى هادي هي مغشقه وجره في المدارس. البنات بغيت نسولكم واحد الحاجه، خصوصا مازال خنيفره عافاكم، بغيتكم تتفاعلوا معايا، وحتى اللي ماشي من خنيفره بغيتكم تعطوني الاراء ديالكم بخصوص يعني التعليم، واش بريفي ولا الدوله، ولا كيفاش كتعاملوا مع ولادكم، كيفاش واش كديروا لهم ساعات اضافيه. المهم بغيت معلومات اكثر خصوصا اعدادي وابتدائي. بغيتكم نتوما تعطيوني الراي ديالكم في المدارس ديال خنيفره. ودابا راني حولت ولادي، غندخل ولادي بجوج ديال سي بي وديال الثامنه، غندخلهم لتوسنا، لان بزاف مسحوني بمدرسه ديال توسنا عافاكم. كنترجاكم بغيتكم تخليو لي لتحت لي كومونتير ديالكم بخصوص هاد المدرسه، شنو كتعرفوا عليها، شنو ماشي غير المدرسه، عطوني الاراء ديالكم في المدارس كاملين ديال خنيفره وحتى بين الدوله والبريفي. المهم طولت عليكم وكبيتات، كنتجمعوا كنتجمعوا، انا راه عندي معمن نجمع قليل. دابا البنات غادي ندير الكوماج ديالي ديال القهوه وزيت الكوك، نطبقوا على وجهي كامل كبيدات. غادي نخلي الكوماج ديالي اولا الكوماج ماسك غنخليه تقريبا واحد 5 دقائق، ومن بعد غنقوميو هكا بطريقه دائريه غير شويه، وغادي نغسل الوجه ديالي مع هكا دافي شي شويه، وندوزو الماسك ديالنا اللي كيعطي واحد لاكلا زوين تكون عندك هكا عراضه ولا مناسبه، يعني خفيف ظريف وكيعطي نضاره بصح، وفيه غير جوج مكونات. خليكم معايا كوماج البنات، نقوماج غير بشويه بطريقه دائريه حتى الشنيف ديالنا هنايا هنايا غير بشويه.
كويداس من بعد ما غسلت وجهي غادي ندوزو للماسك. الماسك اللي كيعطينا ليه كلازمين، عقدتو على طريف ديال البنانه اللي شيتنا طريف صغير، خلطت معاه معلقه ديال عسيله حره فقط، جوج مكونات فقط. هاد الماسكات البنات وياكم وياكم ديروهم في الحراره وفي الشمس وبالنهار، حتى الليل فاش يبرد الحال، حتى حتى الليل فاش يبرد الحال، خلطوا هادشي مع بعضياتهم ونديروا على البشره ديالنا. ودابا نطبقوا الماسك ديالنا على البشره، هو كيكون جاري ولكن يا سلام. هاني رجعت لكم البنات، كنمشي كنغلى نمشي تصاوبت واحد جوج كيكات وجدتهم. المهم عاد رجعت غسلت وجهي. دابا البنات بغيت نوريكم واحد الحاجه بالنسبه لهادو، جاوني تساؤلات كتقول لي كيفاش غادي نستعملهم. المهم كنعصر درت سطره الليل، دابا كنصور لكم في الليل، عيني كاع الوا وعييت، مشيت غبرت في الكوزينه عاد رجعت. هادو البنات دوك لي ماسك اللي خديت من مينيسو اللي كيتحلوا، كديري معاهم اي حاجه، يعني اي ما ديال البطاطا، ما ديال الخزو، ما ديال الخيار، ما ديال الماورد، اي حاجه. وهاني رجعت لكم كبيدات من بعد ما درت واحد الدوش، في حقيقه بحال الحمام ديال برا، غسلت مزيان زعما بصحتي انا. المهم البنات كنت غنكمل لكم فيديو طويل، غندير لكم فيه حتى التبريمه ديال الجسم هذا، ولكن لقيت انني عندي التبريمه غير مخلطه وقلت لا ضروري نديرها لكم هذه المره بمكونات كل حاجه بوحديتها باش كلشي يستافد. غسلت شعري البنات راه مازال فازق، دابا غادي نجرب هذا معكم ثاني مره. دابا ثاني مره غنجربو، كيقول كيحمي من الحراره، ما كنتش عوال نصابو نهائيا، يعني كفي انني درت ليه داك الكيراتين. صراحه البنات راه مازال ما مشطمو والو، مشعكك ملي تخرجوا من الدوش عاد لي مشطوه وسرحوه مزيان، لان المشيط وسط الدوش كيدكدك الزغبه، وتقدر تبقى لكم هكا شي طريف ديال البنان ولا شي حاجه. المهم مع المشيط راه غادي يمشي. هذا زعما بين قوسين. وهذا السيروم هذا انا ديجا جربته ديال الماكاداميا، ديما كتنسى ليا هذه السميه ماكاداميا. المهم غادي نديرهم جوج دابا، ناخذو هكا هكا وغندهنو. كيف قلت لكم ما كنتش عواله كاع انني نصاوبو، لحقاش كنفرح كنفرح ملي كندير مره في الشراكه ولا مره في 15 يوم. وانا مرخص كل مره في السيمانه ديري لي هذاك الكيراتين باش الزغبه كتغدى، راه واخا ما يعني واخا انت ما غاديش تبان لك النتيجه ديك الساعه فوري يعني في الحين، ولكن راه الزغبه راه مع المداومه راه الشعر ديالك مسكين راه كيكون مهلوك مضغوط مدكدك مفضي. ودابا غادي ندير هذا عدي زيت وماشي تحل. يا سلام البنات عرفتي شغنقول لكم، هانتوما هذا هكا كيكون، كديري هكا وكتحاولي هذا ديري على الشعر كامل على طول الشعر. كبيدات دابا انا غدا معروض كيف قلت لكم، وقلت علاش لا ما نهضرش معكم واحد الدقيقه، بغيت نوجه واحد النصيحه بما انني كنعتبركم خواتاتي وانتوما كتعتبروني اختكم. ملي تكوني معروضه وياك ثم وياك ثم وياك تمشي مبهله ديك العراضه، يعني ما تمشيش بشعرك موسخ، ريحه العرق، الدوفي، ظفارك موسخين مبهله، وياك ديما العراضه. غير قولي لواحد راني معروضه ندورها في راسي، شنو غنلبس شنو غندير شنو غندير شنو، علاش تقولي لا وارضاء الناس غايرات ورق عارف هذاك الفيلم اخر همي الهضره ديال الناس. ولكن كاين شي مرات الهضره ديال الناس كتكون لصالح ديالنا، مثلا يعني انا ملي غنمشي انا مبهله نقول ماشي مشكل نمشي من الكوزينه نيشان وشعري مزيت وريحه العرق وخانزه، نقول ما شغليش في البشر دبر راسهم انا عارفه راسي ونمشي، غادي يهضروا فيا الناس. ولكن شنو درت انا وغي بهدلت براسي، مشيت بخنزيب وسخيبه هذا من الشقال تا مالال هادي، نضحك فيا عباد الله مني نمشي ما غنكونش فرحانه ما غنكونش ناشطه، ملي غنشوف العيالات تبارك الله الريحه كتعطعط منهم ونقيقين وشعرهم زوين ولابسين ما غنكونش مرتاحه. كوني متاكده ما غتكونيش مرتاحه، ولكن الا مشيتي انت نقيقيه وزوينه راه غادي يعجبك الحال. هاد القضيه هادي كتدخل في ضمن ان غديري خير في راسك، يعني ملي غنديها في هضره الناس غندير خير في راسي، ما كيعنيش انني غنقول لك سيري تكلفي وتسلفي وسيري شري لي مارك وسيري ما شري تكشيطه ما عرفتش كيداير، لا قضي غير باللي عندك ولكن نقي راسك ما نمشيش مبهدله. داكشي اللي عندي اللي في استطاعتي غادي نديرو، مازال غنهضر لكم وندير لكم واحد الفيديو خاص على الناس اللي كيتاثروا بانستغرام وبلي فيلتر، راه كلشي غير زواق الخاوي، راه كلشي كذب عليك الكذاب، راه حنا كلنا بشر وكلشي الناس عندهم مشاكل عندهم صعوبات عندهم كلشي كلشي، كل واحد عنده همومه والتقابل اللي كيحط على قد فلوسه. شتي هذاك اللي كيشد 10 المليار عنده عرام ديال الاساسيات اللي كيخلص لي بالنسبه ليه هو شي حاجه ما يقدرش يعيش بها وكيمشي لي في الاخر الصالير هكاك، وهذاك مسكين اللي عنده 5000 درهم حتى هو راه عنده تقابي، يعني كل واحد عنده. المهم هو اننا نطوروا من راسنا ونحاولوا نحسنوا، اليوم يكون حسن من البارح وغدا والعام الجاي حسن من هذا العام وهذا العام حسن من العام اللي فات، ونحسنوا من راسنا وما نتعلقوش فين تفلقوا، ولكن دائما نحسنوا، ما نبقوش غير جالسين نقولوا لا وما ديرش انا في البشر لا
ما تسوقش البال لا اختي تهلاي في راسك ونقرا في نفس الوقت انا غير شويه من الشقات والبنات اللي مالي مع غير كاسه في الدار وجينا من السفر لقيت راسي في واحد الدوامه شقا 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 اللي نفيق وانا نشقى عرفتوا تهديت المهم كبيده طولت عليكم كيف قلت لكم غادي نمشي دابا غادي ندير ليكرون ديالي نلبس جلابتي وغادي نمشي للصالون نصاوب شعري في نفس الوقت نيت نوريكم فين جا. ها انتما البنات هذا هو الرون بوين ديال العودان كتهبطوا مع المحكمه نيشان حتى كتوصلوا للقنطره. ملي كتوصلوا للقنطره كاين الجامع الكبير على يد كليسر ومقابل معاه كاين الصالون ديال ليلى راه باين ها انتما يعني هاد القنطره راه معروفه هاني صورت لكم من الجهه الفوقانيه صافي هذا هو الصالون باين التصاوب ديالهم غزال قولوا اليسرى هي اللي تصاوب لكم التصاوب ديالها صراحه زوين بزاف حتى لهنا وغيسال الفيديو باي باي.